السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي إعلان جديد. إعلان اليوم إخواني جبت لكم واحد الإعلان اللي تحط غير اليوم في الصباح. هذا الإعلان حاطه لوتيل ديال فيرمونت تاغازوت باي. هذا واحد لوتيل كاين في أكادير، أوتيل دو لوكس كيبعد على أكادير ب 18 كيلومتر، كاين في طريق صويرة. وهذا لوطيل هذا لوطيل كبير بزاف، فيه تقريبا 52 فيلا، وفي لوطيل كاين 150 جناح، ودير واحد يعني فاتح ودير واحد الاعلان اللي بغى يصيفط الطلب ديالو. راه نحط لكم الايميل ديال هذا لوطيل هذا في صندوق الوصف، وغادي نشرح لكم شي مسائل هنايا، ونشرح لكم شي دوك المناصب اخواني، 16 منصب شغل ومقسمين على 6 ديال المجموعات. واخواني هاد لوطيل هذا يعني ما عندوش، ما كيعتمدش على دي ديبلوم ولا شواهد. يكون عندك، لا تكون عندك هاد اكسبيريونس، وتكون عندك اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه الا عندك، الا ما عندكش يعني تكون عندك هاد اكسبيريونس في هاد الخدمه اللي غادي نعطيكم اخواني دابا. الا كنتي مثلا يعني عندك خبره في هاد الخدمه هادي او في هاد المناصب اللي غنعطيكم 16 منصب، دفع السي في ديالك وتوكل على الله. اذا ننتقلوا دابا للمناصب اللي غادي نشوفوا اللي طلب هاد لوطيل هذا. هنا اخواني 16 منصب، كيف كتشوف اخواني هنا ريسبسيونيست، سوبرفيزور فيرمونت جولد، اجون رويال سيرفيس، غوفيرمونت جينيرال، سوبرفيزور ايتاج، سوبرفيزور ليو بوبليك، و سيرفور، و ريسبونسابل بانكي، و اورد تيكر، و كومي دو كويزين، دومي شيف دو بارتي، شيف دو بارتي باتيسري، وكاين ريسبسيونيست، وكاين اسبيا استيتيسيان، و سوبرفيزور سيكوريتي، وفي الاخير متر ناجور. يعني هادو كاملين اخواني عندك، عندك الاكسبيريونس في هاد الخدايم هادو كاملين، دفع لهاد الشركه. الاوتيل هذا راه اوتيل واعر واعر، اوتيل دو لوكس، وراه بدا كيخدم دابا. كيف كتعرفوا اخواني ان كورونا وقفت الخدمه ديال لي زوتيل. دابا كاع الناس اللي مشاو راه ما طلبوش رجعوا لي زوتيل. دابا الناس لي زوتيل دابا هما محتاجين خدامه بزاف، وخدامه ديال الاكسبيريونس، تكون عندك اكسبيريونس كبيره، لان كيف كتعرفوا السياح غادي يبداو يدخلوا المغرب، وهذه فرصه ديالكم اخواني باش تدخلوا او لا تسجلوا في هاد لي زوتيل. هادو راه مزيانين وكيخلصوا مزيان. دابا غنشوفوا اخواني كل منصب اخواني، وباش باش مكلفين. يعني كيف قلت لكم ان هاد المناصب 16 منصب مقسمه على 6 ديال المجموعات، كل مجموعه وشنو فيها. مثلا دابا الفرونت اوفيس يعني مكتب الاستقبال، فيه لا ريسبسيونيست وسوبرفيزور فيرمونت جولد، وفيه اجون رويال سيرفيس، في ثلاثة ديال المناصب. والمجموعة الثانية هاوس كيبين يعني تدبير ديال لوطيل. هنا في ثلاثة ديال المناصب، كاين غوفيرنونت جينيرال، سوبرفيزور ايطاج، وسوبرفيزور ليو بوبليك. وبالنسبة للمجموعة الثالثة، ريستوراسيون، كاين فيها لي سيرفور، وكاين ريسبونسابل بانكي، وكاين اوردر تيكر. بالنسبة للمجموعة الرابعة كويزين، فيه الكومي دو كويزين ودومي شيف دو بارتي، وفيها شيف دو بارتي ديال باتيسري. بالنسبة اخواني للمجموعة الخامسة فيها الاس بي اي ريسبسيونيست ديال الاس بي اي، وعاد الاس بي اي استيتيسيان، يعني المنتجع هذا المنتجع الصحي، في منتجع صحي بالنسبة للاستيتيسيان. هنا فيه جوج ديال المناصب. والمجموعة السادسة سيكوريتي، سوبرفيزور ديال السيكوريتي، والمتر ناجور، يعني هادو هما المجموعات وهادو هما المناصب اللي فيهم. وبالنسبه اخواني المعايير اللي باش كيختاروا الناس اللي غادي يخدموا في هذا الوطيل هذا، كاينين بزاف ديال المعايير اللي غنذكر لكم هنايا. بون اكسبيريونس، اكسلون بريزونطاسيون، اتيتود بوزيتيف، بون كومونيكاسيون فرونسي انجلي، ديناميزم، اي فليكسيبيليتي، يعني الخبره تكون خبره جيده يعني في لي زوتيل، وكذلك عرض ممتاز، وموقف ايجابي، والتواصل باللغتين الانجليزيه والفرنسيه، والديناميكيه والمرونه في المعامله مع الزبناء، وكذلك يكون الانسان عنده واحد الاكسبيريونس بالنسبه لي زوتيل. يعني هذا الشيء اخواني كله مهم بالنسبه للاشخاص اللي غادي يخدموا في هاد لي زوتيل هادو، لي زوتيل دو لوكس فيرمونت تاغازوت باي. وطريقه ديال انك باش تصيفط لهاد الناس هادو، تصيفط السي في ديالك ولا تخدم موتيفاسيون، غادي تصيفطو في هاد كارير تاغازوت اروباسك فيرمونت بوان كوم، راح نحطو لكم في صندوق الوصف. و الى ديبوزيتي هاد او الى صيفطي هاد السي في في الايميل، ما تنساش تحط احد المناصب اخواني، بحال مثلا
كيف شفنا في الفوق هذا الاس بي ا وهذا السيكيوريتي، حط اشنو ليكسبيريونس ديالك في لي زوتيل. مثلا انت كدير مثلا ريسبسيونيست، ولا كدير الاس بي ا استيتيسيان، ولا كدير سوبرفيزيون سيكيوريتي، ولا ميتر ناجور، ولا اي واحد في هادو، ولا كتفهم عندك تجربه في الكويزين، ما مثلا شيف كويزين ولا شيف بارتي باتيسيري، غديروا في الموضوع في السوجي قبل ما تصيفط السي في ديالك، ودير وكوبي كولي، او كتب هذا في لونفوا وصيفطو. او لا مثلا اللي كنت انت قلت اكادير، غادي تمشي مباشره لا ريسبسيون ديال لوطيل، غادي معك السي في ديالك، وغادي تدخل وغادي تدفعو تما في لونطري ديال لوطيل. يعني العنوان كيلومتر 17 غوت الصويره ستاسيون توريستيك تاغازوت 8750. نحط لكم هذا العنوان هذا في صندوق الوصف، والايميل هو ما تنساو تصيفطوا السي في ديالكم بالنسبه للناس اللي هما خارجين على اكادير، مثلا كاينين في مراكش كازا ولا مدن اخرين وعندهم ليكسبيريونس في لي زوتيل. ما تضيعوش هذه الفرصه هذه اخواني، راه محتاجين بزاف ديال يعني بزاف ديال العملاء هنا في لوتيل ديال تغازوت باي. يعني هذا هو الوفر ديال اليوم اخواني، وهذه هي الخدمه ديال اليوم. وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك واشتراك الناس اللي مازال ما اشتركوا في هذه القناه هذه، وكذلك بارطاج اخواني باش تدعم الفائده. وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.